صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل مسلم تزوج من كتابية ولم تسلم، ثم توفيت هذه الزوجة عند الولادة وهي في الشهر التاسع هي ومولودها، فهل يدفن المولود معها في مقابر النصارى؟ لا يقبر في مقابر النصارى ولا في مقابر المسلمين، وإنما تدفن في مكان مستقل، ويجعل ظهرها إلى القبلة، لأن ظهر المولود، لأن وجه المولود إلى ظهر أمه، فإذا كان ظهرها إلى القبلة كان وجه المولود إلى القبلة وهو مسلم. نعم. انت أحسن.